لا هو اين احسنت، هو يسأل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إن وافق تأمينه تأمين الإمام هكذا، أي نعم، دخل الجنة أو غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث فيه إذا أمن إذا قال الإمام ولا الضالين فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فأنت مع تأمين الملائكة وليس مع تأمين الإمام، فالملائكة تؤمن، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة، بس مشكلتك أنك ما تسمعهم الملائكة، فأنت أمن بعد أن يقول الضالين قل آمين، ولعله أن يوافق يوم الأيام تأمينك تأمين الملائكة فيغفر الله لك سبحانه وتعالى. تريد تكمل؟ أنه إذا أمن الإمام فأمنه، أمن، لأن الملائكة أيضا تؤمن، ما عليك منه، لا أبدا، لا شأن لك بالإمام، المهم تؤمن، لكن ما أتصور الإمام يؤمن، بس يمكن ما تسمع صوته، أي يمكن ما تسمع صوته، لا يؤمن إن شاء الله تعالى، وإن ما أمن لا شيء فيه، لأن التأمين سنة، التأمين سنة وليس من الفاتحة، وإنه مثل الله أكبر سمع الله من السنن وليس من وليس جزءا من الفاتحة.